وفي الحقيقه اترفع ان رفعتك، لكن بس عملت معاك عمليه صعبه جدا. انا نزلتك ونزلتني قلت لك صعبه يا عصبي يا سفيه، ما عندك حاجه انت، انت حلقومك كبير ساكت لكن فاضي كيسك فاضي. فانا رفعتك بالشبكك فوقي وانا نزلتك وبقت لك سخنه، لكن سولك شنو ده غدرك يا اخ؟ ترفع شنو تنزل شنو وكذا؟ انت ارفع نفسك الا تسال الله سبحانه وتعالى وتتوب وترجع الى الله جل في علاه وتتعلم العلم الصافي، مش العلم المخلوط بالهوى. قال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم شنو؟ درجات. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث الى اخره. توب يا اخي الى الله سبحانه وتعالى. شنو انا رفعتك وانا نزلتك وانا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ده الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. نصوص بس، ايات وحديث. الله هو اللي بيرفع والله هو اللي بيخفض سبحانه وتعالى. وانت وخذها فائده والناس اللي وراك، مش تشوفوا فلان انتشر وفلان وكذي وكذي، زي ما انت قلت هزم المقاطع القبيل، ناس التنظيم حسدوه، حسدوا الشباب. انت قايل عشان الله يرفعك الا تنزل الشباب؟ قال لهم اشتغلوا في دعوتهم، جابوا بدعه اديهم طوال، يعني ذاتهم نديهم معاك. ونحن لو جبنا بدعه بدون طوال، لكن انت ما عشان ترتفع الا تنزل ناس، انت قايلها ست كراسي فوق بس الرفعه، الا تنزل ناس حتى انت تخش محلهم. الله ممكن يرفع الاف وينزل ملايين سبحانه وتعالى. وانت دار ترتفع لشو؟ انت دار ترتفع لشو؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. كبر ليه؟ والله انا اتعجب في النازل.